احنا كنا جايين في الطراموي اللي هنايا تا قال لك ما بقاش غادي يركبوا. مشكلة هو ان الرموق قال لك جاي من فريق ما جاي بسرعه. الطراموي كان وقف الفيروج تدخل فيه، ربما كان قال لك اللي كان في الطراموي كان في حاله خضير ولا. المهم اللي حصلنا احنا هو بقينا حاصلين هنايا. المشكله هو ديالنا احنا دابا مع تقريبا 6:30 حنا ما مشيناش للخدمه. حنا وقع لي بروبليم دابا مشيش خدمه، عيط للشاف قال لك لا رجع 3 ايام لي زابي. المشكله هو الطراموي خصهم يديروا شي حلول حيت هذا الشيء راه ما خدامش. ثلاث مرارا وتكرارا كيوقعوا مشاكل بحال هكا، ولكن بقاو حنا هما الضحايا. حنا كنتعطلوا على الخدمه، خاصهم يديروا لينا شي حوايج اخرين بديله، حيت المشاكل ديال الطراموي يوميا الروطار يوميا اكسيدون. ما كيجينا حتى شي مسؤول على الاقل يعتذر لك ولا يقول لك اشنو واقع ولا شي حاجه، ما كايناش. وقع سيدي في 6:25 قبل الفجر، حنا جالسه في الشرجم كنطلع على اساس انني كنتسنى الفجر. شويه كنسمعوا بحال لا شي كميو ديال البوطات تفرقع. هبطنا كنجريو، يسحبنا شي حاجه طرا، هبطنا كنجريو كنشوفوا، لقينا بحال هاد الحاله اللي كتشوف هكا. والكميو لهيه، الكميو كان هنا الضو الاحمر، فعاود لي رموك بحال هذاك الرموك، راه هو رموك طالع من هنا، طالع من هاد من الطلعه ديال المرسى. الضو الاحمر هو شاف الترام جاي وجاي كيجري، دار واحد السرعه خارقه باش فهمتي باش يسبق الترام ما يمكنلوش يحبس لانه جاي. هو يضرب الترام، ضرب الترام حتى خرج السكه ديالو، حتى خرج ليه شويه. هما جا كان واحد مالين الموتورات وداك الشيء، اوغوزمون كيحضروا دغيا، جات الحمد لله لومبيلونس دغيا، جات داك هذا سميتو، جاو سميتو الاسعاف وجاو البومبيه الحمد لله. زعما عنده واحد الزهر، واش كانت شي جروح؟ لا ما كاين لا جروح لا والو. شفنا حنايا غير مسكين مضروب مزيان، شيفور مضروب مزيان ديال سميتو. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.